مورنينج عن جديد. صباح الخير وين ما كنتوا بالدنيا. نحن اليوم وصلنا على الكورة على محل كتير لذيذ اسمه بيت هايفا. ليش نقيت هذا البيت؟ لأنه البيت بيقربكم من ربكم، يعني بنص الطبيعة، الطقس كتير حلو. هلا بتشوفوا الهوايات، إذا سكت دقيقة صوت العصافير، الهواء شيء كتير حلو. رح نبرم اليوم بالأرض، رح نشوف الشجر، رح نتغدى، رح تشوفوا الجاست هاوس، رح تشوفوا البيت كتير قديم، الأرض وغيره غيره غيره. يلا ناطرينا جوا. تانيا هلا رح تعرفنا، تعملنا برمي، وبعدين أكيد في الستات رح يطبخوا. كان اليوم في كل شيء، في أرض، في بيت ضيافة، في طبخ لبناني، في من جميعه. من قلع؟ Let's go. مرحبا، يعطيك العافية. شو الأخبار؟ رواق. خليك بصحتك حبيبي. Let's go. شيء كتير 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 حلو. And we're in. هاي 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 تاني، خبرينا نحن وين، انت مين، وشو عم نعمل، البيت، كل قصة. اوكي، اول شيء اهلا وسهلا فيكم ببيت هيفا. هيدا البيت خلق فيه جدي، هيدا بيت جده لبيي. سو انا اسمي تانيا نصر، انا ام فيلم بروديوسر وعندي برودكشن هاوس تاعيات. بس ديورينج الكوارنتين قررت اجي انا وجوزي وبنتي على الضيعه، لانه كنا بحاجه انه نكون نطلع اوت دور ونرجع للطبيعه، لانه اختلقنا. فوقت اللي جيت لهون قعدت هون، اول مره من طفولتي بقعد اكثر من نهار هون، بنام اكثر من نهار. صار لي تقريبا من مارتش وقت اللي جيت وقعدت هون واختبرت الحياه هون، حسيت انه كثير عن جد شيء كثير حلو. هلا اللي عملته انه اول شيء خليني افرجيكم البيت. يلا هات نبلش نبرم على البيت. بيت قلتي لي جدك خلقان هون. جدي خلقان، يعني عم نحكي من كم سنه تقريبا؟ هو هيدا البيت تقريبا بال 1870 معمر، يعني 1870 تقريبا. صح. آه كيف تعرفوا هو حجر كله؟ اساسا البيت هو هون اللي نحن اليوم عاملينه هيك مثل شيرد سبيس او فور برايفت ايفنتس. سمك الحائط تقريبا نص متر. بعده مثل ما شايفين الحديد اللي هو مغطى بالخشب هون مقوص شوي. بيت كتير قديم، والأهم هو ضروري فرجيكم الأرض يلي بعدها من وقته. بيسموهن عنا بلبنان بلوت القديم، بلوت شعية بسموه بتكونية. هيدا اللي عنا هو بلوت جديد، هيدا جديد وهيدا القديم. هيدا المطعم فاتح كل يوم، فاتح كل يوم بريكفاست للعشاء، يعني منفتح من الساعة 9:30 وستارت سيرفينج بيض، منعيش، شاي، قهوة، كل هول القصص. هيدا بعدنا جزء من البيت الاساسي. هلا هون استوليت على هيدا المكان من وقت اللي ما اطلقت لاينه المونه تبع بيت هيفا. رح في خبرك شوي عنهم. طيب اوكي اوكي. نحن اول شيء تقلكن عن الاسم، الاسم هو هيفا، هي سته، وهيفا كمان هي اختي خسرناها من 5 سنين. فالوالد it was a healing project لقلو انه يرجع يحول هيدا المكان لمكان العالم تلتقى فيه، وعن جد فيه كتير حب. يعني ان شاء الله تكونوا حسيتوا بهيدا الشيء لما جيتوا. ف it was a sort of a healing project لما عمل هيدا المشروع. فهيدا نوع من تكريم وتخليد لذكراهن، لهيفا ستي ولهيفا اختي. تنرجع موضوع المونة، المونة هي كناية عن رسالة تيتا هيفا، يعني تيتا هيفا طول عمرها بتعمل المي زهر. هلأ هي بعد ما لبست تيابا هيك بتكون لبست تيابا. سو المي زهر، دبس الرمان، نحنا طول عمرنا من الكروم تبعنا بنعمل زيت زيتون، بنعمل زيتون أخضر، بنكبس زيتون أخضر، بنعمل صابون بلد كتير. سو أنا قررت من وقت ما جيت قعدت هون من بعد الكورونا انه اعمل ليبلينج واطلق البراند تبع بيت هيفا. And so far it's been going great. لكن كنا عم نقول انه بيلبسوا تيابون. هيدي هي السله، هون هن المونه. هلا لحظه، شكلهم حلو، الباكجينج كثير حلو. ثانك يو. عرق بلدي بيت هيفا، ليبانيز بيسترو، كورا، لبنان. رقم التليفون 06-931-01-6، وعلى انستغرام وفيسبوك بيت هيفا. فستون هيدا البيبي لألك. It has a bit of everything تقريبا. Please, I want you to enjoy the products وبدي ذوقهم كلهم وتعطيني الفيدباك تبعك. Thank you. عندكم لكن موارد؟
عرق بلدي. عرق بردون هون. اوكي. زيت زيتون. زيت زيتون. مربى المشمش سيزنال. شو ما عنا هيدا بنقطفه من عنا. مي زهر. دبس رمان. صابون بلدي كذا نوع. حبيت كتير المربان لانه معبى. كيف تعرفوا انه منيح؟ معبى بالقلب على السخن. فالبورت التحتانية بعضها فاضية. نايس. اول ما تفتحوه بينفس الهواء فيه. طلع بينزل لتحت. هيك بتكشفوا اذا حدا عم يشتغل شغل مزبوط. اوكي. وفي حدا وقكم كمان برا بعد في a few products. نحن عم نعمل اشياء جديدة. يعني تابنات الزيتون مع هيك خزعبلات وناتس فيها. مش رح لكم شو هي هلا. مش رح افضح الرسات. يلا. ايه بس تفرجيكم البيت قديش حلو. التابلويات القديم. الحجر القديم. فيه هيك. نايس فايبس. بدنا نحكي شوي عن عن هال هال عن هول. هول. غير هول. عن هول. أوكي. هول. هول البيبيز تبع الوالد. So basically هول الوالد هو كتير بحب الأنتيكيتي وبحب الفضة والنحاس كتير. So إله سنين هيدا شو بيقولوا الثروة إذا بدكم تبعه. هول ما شبناهن وقت اللي فتحنا المطعم. هيدول موجودين عندنا. فيني أخذ واحدة منهم؟ تكرم عينك. لا. بس هلأ هو جاي. بكسر لك ايديك. لا 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 ابدا بالعكس افيك بليزير. عم بمزح. بس هول تبع الوالد. هول صحون الوالد اللي معلق فيهم بحبهم كثير. فسالت اول ما فتنا انه هي الديكوراسيون عم باب الريستوران قال دخيلك هول مدق فيهم. بيي بحبهم كثير. فعم بتخيلهم من كم سنه يعني الفضه القديمه جدا. يعني سوري اذا بتشوف الديتايات هون كثير بحب يجمع هيدا يعني كل شيء نحاس كل شيء فضه الاشياء الكلاسيكس كل الديتايات. الراديو القديم التليفون القديم. بتتذكرون هون؟ very nice. ترجع المونة. قطشتك على موضوع المونة الأساسي. ولا يهمك. لكن أنتوا المونة اليوم موجودة هون أو بتنبيع وين ببيروت؟ في ببيروت عند يو إيتري بعين المريسة وأونلاين. anyone can order online. very good. لكن عنا نمشي فيهم من فوق لتحت. دبس رمان. ماي زهر. سيزونال مربى. اوكي. عنا مي ورد بس هلا مش عم تطلع معي القنينة. عرق بلدي. عاملين شيء جديد اللي هو زعتر بزيت الزيتون او رومران وحار بزيت الزيتون. يحو هيدا الرومران. اوكي. عنا العرق بلدي ما بعرف اذا قلتها. اكيد زيت الزيتون والزيتون وفي اكيد الصابون. يعني صابون. انتو بالكورة يعني اذا ما عندكم زيتون وصابون يعني من الاهم يمكن بالبلد. اكيد. هلا الصابون نحن طول عمرنا بنعمل الكلاسيكس اللي مع غار او هيدا. انا عامله يعني عم نشتغل على قصص جديده. هيدا مثلا الوي فيرا وذ كوكونات اويل. اتس فيري جود فور ذا سكين. مثلا ماي دوتر از اكزيماتيك عندها شوي سكين كونديشنز دائما بستعملها اوليف اويل. وعندنا لافندر وبنعمل الكلاسيكس وهلا بدي اعمل نيو ريسيبيز كمان. يعني عم بشتغل على قصص. دبس رمان ماي ورد عرق بلدي بتصور هول هن صبناهم كلهم. طيب رح نعمل نبلش نعمل برمي برا يلا ونطلع على الجست هاوس. قبل ما نروح نفرجيكم الجنينه. عم تسالوا الغدا وين؟ مخبى من الكاميرا. مخبى هيك ورا ما بده حدا يشوفني. اوكي. هيدا القعده برا. بتفتحوا الريستوران كل يوم؟ كل يوم. افري داي. بنفتح من 9 9 ونص الصبح للعشاء. للعشاء ترويقه غدا عشاء. ترويقه. وهيدا القعده تحت المراوح شيء كثير حلو. الغدا بعد شوي رح هيك بس تيزر فرجيكم شو محضرين تحت شجرة الزيتون. صار له مئات السنين. بونجور ستنا. أهلا بونجور. شو هتغدى اليوم؟ باذنجان مقلي وكوسة مقلي فلافل هاد زيتون تبال. مرحة الزيتون. مرحة الزيتون. ندوقكم إياها. وغير قصص هونيك على الطاولة كمان. Can I mention بس إنه نحنا بالكيتشن ستات بيوت بخوانا. دونك كل واحدة إذا بتكون إلها هيك أول شيء عن جد واحد بحس إنه الأكل is made with a lot of love. وكل ست عنا بالمطبخ هيك بتضيف بتضيف التاتش الصغيرة تبعيتها. لكن هلا رح نجربهم كلهم سوا. طيب رح شو رح بديك نطلع على الجست هاوس يلا نفرج البيت من برا قبل ما نروح على البستين. مينوايل نحن عم نتمشى بليز بتخبرينا عن نحن بأي ضيعة شو اسم الضيعة وكيف واحد يوصل لعندك. نحن بقضاء الكورة. نحن من عقاريا بفيع بس نحن تقريبا ما بين الحات وفيع اللي هي 2 minutes away من جامعة البلمنت.
الضيعة هون أول شيء في كتير عالم شوي كيف بيقولوا it's a hidden gem، إنه العالم ما بتتوقع إنه تلاقي هالقد شيء بهيك ضيعة مكانكنة وصغيرة. اللي بده يوصل لعنا بيلاقيها على على جوجل مابس، بس أنا بنصح الجميع إنه يحطوا جامعة البلمند أحلى ما يطلعوا من طريق زكريت، اللي هي زكريت أحلى ما يطلعوا، أحلى ما يطلعوا من طريق هون. شو صار؟ ذكرون. سو بتحطوا على جوجل على جوجل مابس بتحطوا جامعة البلمند and نحن we're 2 minutes away، ترجعوا بتحطوا بيت هيفا. خلونا نطلع على الجست هاوس، بدكم تسبقوني؟ يلا هيدا الجست هاوس، البيت القديم. ايه هيدا زيد on top of البيت القديم. ماشي مع بعض. وفي شيء عم بيتحضر قريبا هون. صمت عن جد ورواق وهوايات حلوين. توعى بكرة تقعدوا على هالتراس تتروقوا مع الزيتونات عبد. بعد ما لحقت قال لك ثانك يو عبد ممني، ثانك يو سو ماتش. بس عم جرب لحق كل الكومنتس. ثانك يو ثانك يو. كلكم سوا بتعقدوا وين ما عم تلاقونا بالعالم، في 274 شخص هلا عم يحضر. واو هاي ايفري ون، اي ريلي هوب وين ما كنتوا بالعالم انه ان شاء الله بتروق شوي الاحوال لتقدروا تجوا على لبنان وعن جد تفيزت كل هدول الضيعة وكل هدول الاماكن اللي عن جد هيك بتفش الخلق. عبالك نفوت من المدخل الرئيسي ولا من زعبر نفوت من هون؟ من زعبر. من زعبر يلا. سو هيدا الجست هاوس هون. الجست هاوس فيه ست تخوتي، فيه صالون، كرسي الهزاز تبع تيتا شو مهضومة، هيدي خرج بوكور نتفليكس وتحضروا. بس لما تجوا لهون ما مفروض حدا يقعد على نتفليكس. صح صح مزبوط سوري. احضروا لكن يوتيوب تبع انتوني. مطبخ فول ايكويبت، حمامين، وأوضة الأهل. اوكي رح نطلع من هيدا البيت، ننزل اوكي ومنكفي ضاربين لهون. طيب رح نرجع نطلع من هونيك. يلا فتح فتح شو بدك، يلا روح من هونيك احلى. فتح وحده الباب. ليش عم ضلك مخبى؟ الجندي المجهول كاسبر بيفتح الباب ويكفي معنا. اوكي لا عجد بدكم تشوفوا في كريم ماشي مع كاميرا، الياس مع الانترنت، ايمن عم يفتح البواب، يعني شغله في برودكشن هاوس عم تمشي تنقدر نلبيكم وما يقطع شيء ويكون كل شيء كتير مزبوط ونأمن صور لا انستغرام ونكون على قد الحمل. من كفوت دغري على الافوكادو هلا هنمرق شوي. هلا ما بعرف اذا وي منشن، نحن بين المطعم والاراضي اللي بتحيط فيها في بحدود ال 21000 متر. اذا بدك تمرق من هون. اوكي سو في شيء 21000 متر. هلا التراسات اللي هو ما شلنا ولا زيتونه ولا رمانه، تبلط بين الشجر مثل ما هن كلهم. اوكي تقريبا بحدود ال 6000 متر. عندنا هير في هون في البلاي جراوند تبع الاولاد.
فاطمة شيرز ثانك يو سو ماتش. عبالي فرجون الاولاد، عبالي فرجون قديش بيقدروا نهار الاحد يجوا ينبسطوا مع العائله. Very refreshing. ايه بعدين هون we're trying انه نعمل قد ما فينا ايفنتس، لانه كمان بهيدي الظروف بهالاوضاع للسوشيال ديستانسينج وهيك اتس فيري جود. يعني من اسبوعين تقريبا عملنا يوجا ايفنت، يوجا ريتريت بتو مش ايفنت، مع غداء وترويقه وكذا. لاست ويك اند كان عنا، حنطلع من هون هلا بلشنا نطلع من حدود المطعم ونفوت بلبستين. صارت الواحد بيقول كورة بيقول زيتون اكيد، واسم الله السنة عن جد ليكل الزيتون، مع انه اجا فترة هوا شوي خسرتنا وقع الزهر، بس thank god حاملين. So مثلا last weekend كان في event for kids وهيك، we're trying انه plant and play عملناها تيرجعوا الولاد يرجعوا شوي على الطبيعة ونبعد شوي عن الالكترونيكس والايباد والتيفي. So عملنا لهم event، عملوا hunt هون، نبشوا على كل الاوتانسيل وراحوا زرعوا هيك. So it was nice. هون عنا زيتون، عنا افوكا، هون في زيتون. اوكي بتبلش بالزيتون، نطلع طلوع حنختصرها، هي الارض كبيرة حنجرب نعملها شوي باختصار. وكلهم فريش بروديوس، في واحد بيجي بيكلهم عندكم؟ ايه اكيد. شفتوا الزيتون اللي بسموه الزيتون المعمر القديم؟ اوكي هلا هلا في حمضيات بتلاقوا اوكيجن، يعني في كل شيء مزروع، في مثلا في انجاص، في تفاح صغير، في دراق. هلا على حدود الارض كلها زارعين الرمان، اللي هو بس يطلع اكيد نعمل منه دبس رمان. ونحن بالمنيو تبعنا كثير عنا صحون بنستعمل فيها الرمان الحب المفروض. هيدا كله الافوكا كمشتك. هيدا الافوكا. ليك الافوكا، افوكا بالكورة بيضل هلا ما خلص الموسم، بعد ما بلش يعني هلا بعدهم عم يكبروا. وافوكا لبناني كتير 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 مهم. ميزة الافوكا انه ما بيوقع عن الشجرة وما ببلش يصير طري الا ما ينقطف. فهلا من هلا لشهر أكتوبر. لاكتوبر بعد ايه بيصير كبير وبيبلش ايه بيصير كبير وبيصير بينقطف. بس نحن بنضلنا هيك مخبيين شوي بقلب الشجر على مدار السنة تنضل نقدر نستعمله. اوكي سو هون الرمانات، ايه في هيدي نكتارين، هي نكتارين هو اللي هيك فور اور اون بيرسونال. وين صاروا بعدهم؟ بعد الارض، اذا انتبهتوا الارض هون شوي على ابيض، يعني كلسية حامية، فالخضرة بتاخد شوية وقت. سو في كل هون. ايه في كله لفوق صحيح الافوكادو. هلا تقريبا الفواكه يعني بعد هلا يو ار ان بتوين سيزونز. تفلك هالتفاحه نتركها بعد بدها شوي. لا ذير جود، هن منهم كبار. اوكي عم فتش على الرمان. الرمان على التراب، بدك نطلع نشوف الرمان. They're on the edges. اوكي هون مثلاً موسمي، مثلاً كنا زارعين فول أكيد، سو بس يجوا العالم بيجوا بيتمشوا لهون بيقطفوا فول. في أم قليبانة at some point الحمص كمان بيجوا بيقطفوا بياخدوا بحطوا على الطاولة عندهم بياكلوا. يعني كتير الجو كتير هيك فاميليال وكوزي وكول عادة يعني. أوكي يلا let's go back. رح نرجع على المطبخ ونشوف الستات شو محضرين له. هلا نحن وراجعين اذا بدك حنمرق شوي من حد الرمانات، بس بدي هيك تشوف ما بعرف انا I found it fascinating انه خصوصا لما رجعت على الارض كنت دائما اشوفهم معوده من انا وصغيره وهيك، بس وقت اللي بترجع بتصير تراقبهم. يعني اول ما جيت كانت هالقد حبه الافوكا، بلشت هالقد قد الدمعه وصرت عم تكبر. سو شيء كثير fascinating عن جد انه نشوف الطبيعه شو بتعطينا والهيدا. سو بدي بس مرقك على الرمانات هولي على طريقنا نحن وناسين. Thank you هانا سالهب، ميرسي بوكو، thank you so much.
كتير كبير. الرمان عالطرف، في وحده هون كمان. موسمون بعد شهر؟ لا اكثر تقريبا. نحن هلا بعد شهر باوغست ما في شيء. هي لانه الارض ما كثير بيجيها مي لانه فيها شمس كثير، سو بياخذوا شويه وقت. ايه بس نحن ايه هلا نحن مانيولي بنعملها، عنا تراكتورات بتفوت بقلب الارض وبتفقد. هون في رمان بيبي اكثر، بس هيك يشوفوا كيف البروسيس بتبلش الرمانه وهيك، واللي شفهم قبل كانوا اكثر. يلا ليتس جو باك. ليتس جو باك. مبسوط بالافوكا. المكسيك وكاليفورنيا اخذين كل الصيت، بس افوكا تبع لبنان من الاهم، وطعمتها تقريبا ذات الشيء. يو كان بي براود. فيري فيري سبيشال. والحلو انه مثلا الاحد لما يكون عندنا ضيوف او بوفيه او شيء دغري بنقطف فريش وبنعمل ديسير فيهم. برجع دائما بعيد للكل من روسيا، كندا، امريكا، ما بدي انسى حدا، حتى في من اليابان، من الصين، من الاربع ميلات العالم. كثير نحن فخورين انه تكونوا عم تحضروا لبنان، انكم مبسوطين بلبنان، وعم نفرجيكم وجه جديد وثاني للبنان غير تبع الاخبار وشو بخبروكم كل وقت دراما ومشاكل، وهالشعب اللي بيعقد اللي بده يعيش وبده يكفي. وقديش في opportunities for internal tourism، قديش الخضره والزراعه عم تعمل فرق بلبنان، وقديش فيكم تجوا وتنبسطوا، او اذا كنتوا هون بلبنان فيكم تاخذوا عيالكم وتبرموا. فهيك رح نرجع نمشي من هون للاخر. كل الزيتونات بعدهم بمحلهم، ونحن منركب لوجيستيك المطعم على أساس الزيتونات وين قاعدين. ما شلتوا ولا شجر؟ وأبدا، يعني هون مثلا بي كنا وقتها عم يبلطوا في هون هيك شوي بالنص، الرمانة ترجعيني يشيلها رفض، ومعه حق فينا الماء. هيدا القعدة برا، ويلا صار وقت الغداء. صاروا 335 شخص from all around. إذا عبالكم تخبرونا من وين، من أي بلدين، هيك بقلكم ميرسي، وبنكون عم نشوف كم شخص بالعالم، كيف كلنا كلبنانية connected بهذا اللايف اليوم. طيب منبلش، يلا أم جوش خبرينا شو عم نعمل. عم نعمل هلأ باذنجان مقلي بالزيت، وبدنا بس نشيله ونخلي صافي من الزيت، ومنحط على رمان وزبيب وجوز وبقدونس ودبس رمان. ايه بس نخلصه بنرجع بعد منه بنقلي كوسا كمان، كوسا مع طراطور. ايه وهي اول وصفه، وبعدين بنقلي فلافل. هلا في خبرك شوي عن هول الاكلات. هلا اول شيء الاكلتين الكوسا والباذنجان اللي حينعملوا اليوم هن تو اوف اور ستار ايتمز، مع انه هن كثير سمبل بس فيهم دبس الرمان طبعنا. يعني في أيوة. كتير عالم بيجوا بيقولوا لنا شو الريسيت، ما نقول لهم ما في شيء، في كوسا مقلي مع الهيدا. دبس الرمان بيكون سويت اور ساور، حامض او هو سكر؟ سويت اور لا هو حامض، بس نحن بنفوت له وحده سويت يعطي شوي عمق سويتنس. هلا بتذوقه وانت يو ويل بي ايبل تو تيل. ستنا ليش الباذنجان دائما بيتركوا له شقف سود؟ احسن مشان ما يفسخ عن بعضه الباذنجان، بس بدك تقليه بتقشرها كلها، هيدي بدل حميتها شوي على الجوانب تبعونا. بالمنطقه هون بشو مشهورين؟ شو اكثر طبخات بتعملون مزبوط او طبخات مش موجودين الا عندكم؟ الا عندنا مكبه، سامبوسكي، ورقاقات، عندنا تبوله، تبوله لبنانيه. يا ام جورج هول وين ما كان بيعملون؟ شو اكثر اكله انت؟ أكثر أكلين منسف كمان،
وفي مصورين بدك كل شيء عنا جاهز نحن. روعة روعة. وبحب حب كثير اللهجة عندكم. حب كثير اللهجة عندكم. سلطة مهضوبة كلهم شو بتعملي كمان سلطة؟ سلطة فتحت. كيف انت بتقوليها؟ انت شو غديتيني امبارح؟ غديتي كلوبي. ايه و سلطة. وسلطة لوبي وسلطة اكيد ايه انا شو لا زبطتها زبطتها ما طلعت كثير. لوبي وسلطة. هلا هول الايتم هن على بعض كاروتات مطية ولا توم ولا بصل. بدك نحكي عن هالموضوع؟ يعني اوكي يعني في اشياء في اشياء فيجن في اشياء هيلثي باي ذا واي اغلبيه الاشياء من الارض واغلبيه الاشياء من صح. من لبنان. هلا ذا جود ثينج بالمنيو تبعنا ات كيترز يعني بي ات كيترز شو بالعربي بيلبي كل الاذواق. اوكي فيجنز في كتير ايتمز فيجن فيجن فيجيتيريانز واللي بحبوا كمان اللحمة فيه يعني الكبة النية عندها صوص سبيسيال عندنا كبة بشحم أكيد المشاوي كلها وهيدول القصص بس عن جد we can يعني we cater لكل الأذواق بالمنيو طبعاً. Thank you. نينا حرب مرسي كتير. في ناس عم تحضرنا من كل بلدان العربية اليوم كلهم كلهم في ناس هلا الغدا عندهم في ناس 4 الصبح عندهم في أستراليا في كوريا في وين ما كان بالعالم يعني في ناس عن جد ما عم بتنام أو هلا 12 بالليل أو هلا وياي الساعة 5 الصبح كلكم بتعقدوا يعني ما فيكم تعرفوا قديش بتحركوا لنا مشاعرنا بتعقدوا 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 مرسي وكام انت من المريخ نحن بنشكرك وبنقول لك مرسي وبنحبك كثير ونحن كمان مرسي الساعة 2:30 بلاس فيغاس وهنا عم تحضر هيدا المقلية تبع الفلافل ما في شيء كثير غريب بس فيكم تستعملوها لكل شيء انتبهتوا الزيت قديش نظيف الزيت كثير نظيف ترانسبيرنت بلالة هي بتستعمل هون للفلافل من بعد ما تخلصوا الفلافل بحطوهم على التراف فحتى هلا يمكن هول فيها تحطهم على التراف تتصفي ويرجع الزيت ينزل لجوا بدل ما الزيت ينكب وهلا حنعمل هلا رح نعمل هيك وبنقلي فلافل طيب نحن اذا الدستير بده كثير وقت بدك نبلش فيه هلا وبعد بك في وقت يلا يلا هلا هلا 1220 هون ما عندنا كثير وقت اصلا في يلا ام جورج نعم هاي لينا من مدريد هلا هلو لمدريد بيج هلو لمدريد في كوسا وفلافل يعني. لكن الكوسا بتقصيها ترانشات ايوه وكمان بتنقلها وبنقليها طيب خبرينا عن خلطه الفلافل منبلش فيها بفرد مره الفلافل هلا بلا ثوم وبلا بصل عم نفلك فيها لانه بضر شو بتستعمل بتستعملي فول او لا هلا حمص بس بس حمص بس حمص وبهارات الفلافل كمون وسبع بهارات بس هي بتجي مشكلة اجمالا بهار الفلافل بيجي كله فيه بنحط لها نفط كربوني مشان ترفق شوي اوكي وبتتريح لازم تتريح لا لا عادي فيك دغري تبلش فيها بتقلي ما في مشكله يعني ايه اوكي هيك هو الفلافل ومع فيك بندوره وخيار يلا الوالد ما له كم يوم طالع من المستشفى بس طلع علينا بونجور بونجور مرحبا خليك كيفك لا اهلا اهلا حكيتنا كثير عنك لك اهلا بهالوجه الحلو خبرنا عنك عن هالارض عن محطتك لارض خبرتنا انه انت والشجر بتحبهم اكثر ما بتحب اولادك يمكن تري عندك غمازات حلوين وانا منعرف وقت اللي بلشت عمر انا هون واعمل المطعم ونعمل الزراعه صار يضحكوا علي يقولوا لي يا بيي هلا انت بدك تعمل مزارع قلنا لهم هاي الأرض يا بيي زرعوها جدودنا أكلنا منها هلأ راحت جدودنا هلأ بقى نزرعها تتاكلوا منها فجينا عملنا جنينة أفوكا شي 4000 متر وعملنا جنينة رمان شي 4000 متر 350 كعب رمان عملنا نجاس ودراء ومشمش وأحيينا هالخرب اللي موجودة هون أحييناها ورجعنا زبطناها لأنه بالكورة كلها ما في مطرح تقعد تاكل تحت الزيتوني الزيتوني اللي هي شعار الكورة واللي هي عطيتنا على مدى مئات السنين عطيتنا مجال للحياة وللاستمرار وقت اللي انت بتقول زيتوني عمره 300 سنة و 400 سنة و 500 سنة مثل هالزيتوني هاي معناتها بتشعر انك انت محتاج انك انت تنميها لهالزيتوني محتاج انك تقعد تحت منها
بيجوا من برا بيعملوا قصر مليونين 3 ملايين دولار وبيحطوا هالجازون وبيحطوا هالزهر المرتب اللي مزبط على حاله وبيسكروا البيت. بس انه حدا يجي يعمل جنينات ويستثمر ويقول انه نحن هاي المنطقة الكورة لازم نحن نرجع عليها ونحبها مثل ما هي حبت جدودنا وبياتنا ايام الاتراك 400 سنة، 400 سنة اولاد الكورة ياكلوا من زيتونهم. كانت جدودنا كان جدي هون يعمل 200-300 قلة زيت اللي هي تنكتاني 600 تنكة زيت، وكان يجي الجيش التركي لهون يقعد أسبوع ويأكل ويشرب قمح، يعملوا 1000 شنبل قمح. عم ترجع الأيام بدها ترجع، بس ما بقى في ما في حدا. شو بدك بترجع بالكلام؟ بدك تحب الأرض الأرض تحبك. فيك تعدليها لأن كتير مهمة الناس ترجع تركز عليها. بدك تحب الأرض الأرض تحبك. أنا بس تموت شجرة بزعل عليها كأنه مات حدا، يعني هيدا لأنه هالشجرة اللي عمرها 50 سنة وستين سنة وسبعين سنة بلحظة عم بتروح. بدك تحبها، بدك ترجع. أنا كل سنة برجع بزرع 100 شجرة لأنه عندي شي 50 شجرة بتموت، يا بسبب الدود يا بسبب الخنزير. بيجوا الخنزير ببحشون بيكسرون. برجع كل سنة عندي سبين 50 و100 شجرة برجع بزرع. من حب الأرض فينا نحكي عن حب لبنان؟ والله لبنان يا ابني نحنا دمرناه بإيدينا. ما حدا يقول لي إنه نحنا ما حبينا لبنان ولا منحب لبنان. نحنا اعتبرنا لبنان عبارة عن أوتيل كل واحد معه باسبور كندي وأمريكاني. أنا ومرتي فتنا على الجنسية تنحلف اليمين، هي فاتت أنا ما فتت، هي أخذت باسبور أنا ما أخذته. قالت لي ليه؟ قلت لها لأنه تعيش هون ما رح عيش. أنا جيت على لبنان سنة 88 وقت الحصار، وعمرنا بلبنان وعمرنا كنا نصب سقف البطون قبل الظهر وناكل أزايف بعد الظهر. عمرت أول بناية تحت الأزايف وبعتها، تاني بناية تحت الأزايف وبعتها، وحبينا هالوطن. وهلأ الوطن السنة نحن عم ننكبه. لا حدا يقول لي إنه نايب ووزير، نحن كما تكونوا يولى عليكم. يعني ان شاء الله الكل يسمع من هذا الكلام. شكرا، كثير انبسطت انا تعرفت عليك. يعني قديش بده القدر تكون هلا وصلت في يعني ريت فيك تقرا كل هالكومنتس اللي عم ينكتب وكل هالمسجز اللي مبسوطين فيك وبكلامك العظيم. والله انا والله انا قد ما حكيت بنتي عنك شو وقت اني اطلع واتعرف عليك. مرسي، وانا بتمنى لك طول العمر. بشكرك. وبدي اقول كلمه اخيره بليز. هذا البلد وين ما رحنا بالدنيا ما رح نلاقي احلى منه. وين ما رحنا، عشت 23 سنة برا، ما رح نقول وين، ببلاد الخليج وبأمريكا، وعشنا برا ورجعنا. هذا أجمل بلد وأحسن بلد، بس لازم نحبه. أحلى بلد بالعالم بس لازم نحبه. لازم نحبه. تعرف دايما بقول واحد عنده شخصين ما في ينكرهم وما في يحكي عنهم بالعاطل، أمك وبلدك. وكل واحد بيسب هالبلد بيكون مجرم، بيكون بلا أخلاق وبلا لأنه أمير. اللي عطى هالبلد، اللي عطاه لأبنائه من مدارس ببلاش، من جامعات ببلاش، ومن استشفاء ببلاش، ومن 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 وضباط وجيش ودنيا وكله اللي بدك اياه. نحن ما قدرنا. الطبيب تبع المستشفى الحكومية سرق، والمرضى سرقت، والممرض سرق، وامبارح هذا تبع الدجاج اللي عم بيطعمينا دجاج من 2016 سرق. ما في يعني اللي عم نقوله لازم نحب وطننا. صح. اذا لقينا حنفية مي على الطريق مفتوحة لازم نسكرها. اذا لقينا ورقة لازم نلمها. إذا لقينا قنينة بيبسي على الطريق لازم نلمها، لأنه هذا الوطن هذا لقلنا بالنهاية. وين ما رحنا مش أحلى من هون. مثل ما بتحب بيتك حب وطن. أبدا أبدا أبدا. فيك ترجع بس الناس ما بتعرف اسمك بعد ما عرفنا حالك. اسمي كمال نصر. كمال نصر، نائب رئيس بلدية الحاط، وأنا يعني بي مزارع وتاجر، ونحن ربينا على شو اسمه. هلأ بنتي عم بعلمها كيف تعرف شجرة الزيتون من شجرة الليمون. يعني لو ما في كورونا لا لو مش هلأ لو ما في كورونا عبالي أقرب وبوسك 20 بوسة. والله الله يخليك، طول عمرك طول عمرك، والله يخليك ويحفظك ويطول عمرك. مرسي مرسي مرسي. أهلا. Oh, this is a very nice surprise. Thank you. ما عم بيطلع من البيت لأنه ظهر من المستشفى من كم يوم. قلت له بليز طلع شوي، سو انبسطت إنكم تعرفتوا عليه. واو. سليم سليم
ثانك يو سو ماتش سليم ازرق، بشكرك كثير. الطاوله عم بتجهز. شو رح ناكل اليوم؟ صار 410 اشخاص ومبسوطين ببي كثير كثير كثير. سو واو ثانك يو. خي خي هند باب بطاطا بكزبرة شيكوري سلطة شيكوري مع رمان وبومالي اوكي سلطة راهب كبنية مع الصوص السبيسيال تبعيتنا هيدي مطبل هيفا اللي هي مطبل لقطين مطبل لقطين شفتوا لونه شو حلو رح ارجع ابرم يمكن الشمس عكسنا اوكي هيدي سلطة هيفا اللي هي كينوا سلاد مع دبس رمان ريت ريت نعمل برمي ونشوف اذا متين ميل اللون بيطلع شوي احلى هيدا حبيته والخيارة شكلها قرشتها مهمة يلا نرجع بيروقك التقناد قبل ما تروح على الورك ستيشن اوكي هيدي جزء من المونة بنشوف الفلافل بلشت فيهم لا بعد ايه معي اوكي هيدي شو يعني تقناد؟ تقناد يعني عجينة الزيتون ما رح سميتها مش عارف ما بعرف ما بعرف ما سمعتك مرحة الزيتون اوكي سو هيدي روسيت نحن عم نعملها فيها شو بس زيتون بدي افضح الروسيت طيب ضروري طيب بس اللي فيه اقول لك اياه فيها نوتس سو اذا حدا عنده نوت الرجي فيك تبلش تدوق بليز اكيد اذا حدا عنده نوت الرجي ما في ياكل منه وبس هيك في خبرك عنها حبين هيدي ايه اكيد هيدي لك بس بعطيك واحدة مسكره طلع فينا نلقمه كريم ليز يلا ها طلع مع لزة لما عطها خلينا نفرجيكم على الشمس نوتس اند اوليفز مع شوية زيت زيتون اللي هي من الزيتون اكيد القرصة اللي هيك بتقرص اللسان اسيديك انتنس منا بيتر ابدا هيدي على خبز محمص توب فيكن تحطوا اذا بدكم لبنه معزه يعني اللبنه العاديه ما بعتقد كثير رح تطلع طيبه معها بس لبنه معزه اسيه هيك مكبوس عليها بين اثنين خبز روعه اوكي بنروح عند ام جورج عم بيعبوا بعيون يلا بنروح عند ام جورج ام جورج وين هالفلافل يلا الفلافل هسه 5 دقايق بخلصوا هالمشيلهم بنبلش الفلافل 5 دقايق بس يلا شو رايكم نبلش ندوق شوي هونيك؟ أيوة تيكونوا 5 دقايق عند جورج ايه يلا ليش لا؟ ولا يا أم جورج مع كل هالحماية وقفتك بالشمس أنا بشكرك أنا مرسي مرسي كلك ذوق مرسي أهلا وسهلا فيكم هلا ايه هلا هول بدهم يطلعوا من المقلي هلا يطلعوا هلا طيبين كثير أكيد لأنه سخنين ليش ما بقيت مر لأن هو ما عم بخلي هو ما عم بساعد هيتا ندوق شوي شو كريم ندوق فيك ندوق فينا ندوق ترارام هيدا هيدا لفتت نظري شفتوا اللون شو حلو لكن متبع هيفا هو متبع بس بليز بدنا لحظه لحظه بده زيت الزيتون هون هون اوكي متبع هيفا شو فيه متبع هيفا فيه بامبكن لقطين وفيه كينه وما فيه ما فيه ايك بلانت لا لا وفيه بازيليك بازيليك من عنا بيتقطف اف وبيتغسل ودغري بينحط بالرسيبتات بامكن بديل الباذنجان فكرة جيدة وطحينة مظبوطة اللي بتعطيكم طعمة الباذنجان وقرشة جوز بالآخر نايس
كبة شو؟ كبة معزة. معزة. هلا اكيد كبة المعزة انت بتعرف عادة بالمدينة قليل تلاقي معزة. وبالكورة نحن مشهورين بكبة المعزة. هيدي نعملوها هيك، حطوا عليها زيت زيتون. وهيدي التتبيلة اللي حدا نحن سبيسياليتي عنا. فين اكل منها؟ ايه في فيك. نحن زيت زيتون. فيها فجل وفيها حبق وفيها فليفلة صغيرة وزيت وشوية بهارات. ما بعرف طعمة اللحمة المعزة للكبة اوتوماتيكلي بتحسسكم انتم بالشمال دغري دغري، هل طعمة ما بتصيبوها الا بالشمال؟ يعني ساعات الواحد بيقطع تيونيل حماد ترجيكي بيعملوا معنا مشكل. ساعات الواحد بيقطع تيونيل حماد دغري بحس حاله انه وصرت بالشمال. هاي هي الطعمة، طعمة الحر، طعمة البرغل، طعمة اللحمة المعزة السبيسيال، طعمة ما بعرف افسرها، عن جد ما بفسرها. مثل ساعات الواحد بياكل كبة بشحمة، ساعات الواحد بياكل كبة مقلية، دغري بتاخذكم على صغرتها مع يعني مع محبة ال 1300 ضيعة بلبنان، وكثير ناس بتعمل لحمة طيبة وكبة طيبة بس 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 الشمال غير موضوع، ما بعرف ليه. اكسلنت اكسلنت. بدي اقلي شوي سلطة الراهب قبل ما نفوت وعندنا سلطة هيفاء قبل ما نفوت على القصص. شفتوا الوان شو حلوين؟ حبيت انا تاني تخبط ورا الكاميرا كل وحدك. اوكي طيب اوكي رح اجي. بتعرف شغلة انا مستعدة اكشلي لانه بعد ما اكلت البندورة ما بتعطيها طعم كتير كتير طيبة. انا كتير محمس على الفلافل، بعتقد وي ريدي ليتس فلافل. لكن لحظة بس بدي اياك تدوق سلطة هيفا بليز قبل. وراس عصفور بالكرز وليكي بتدوقن عم. انتبهتوا الالوان؟ الوان طبيعة، كل شيء من الطبيعة. في كتير باذنجان، استعمل الباذنجان هون كتير. على عنا ناكل باذنجان. اوكي دبس الرمان نحن بنعمله، مي الزهر نحن بنعمله، الزيت والزيتون من الشجرات هودي نحن بنعمله. تفضل بليز رح روح شق لك على الفلافل وبرجع. يلا انجوز. نعم. قبل ما تلمين كلهم بعزك نقرص فلافل. يلا ارسل لنا كم حبة فلافل. لكن هيدي المقلية عم تسألوا عنها ليش شكلها سبيسيال؟ لأنه بتحط الأشياء على الطرف بنقطوا زيتاتهم لجوا. أنتوني هيدي ريسات فلافل سبيسيال عملتها اليوم. هندوقها سوا، أنا بعد ما دقتها. هيدي عاملين تعديل على الفيرسيون الأساسية. هندوقها سوا أنا وياك. طلع في ناس بتحط عاملها جورة بنصها كرمالك زيت يجي فيها من وين ما كان وتنقلها مظبوط. الخلطة سبيسيال قاسية شوي تتهدي مظبوط. وبالاخر عندكم الجورة. يلا جاهز بتكون استوت الفلافل. جاهز لكن انتم هون عندكم كمان مش بس مطعم لبناني، عندكم البورت اللي هي بتعمل بيتزا للاولاد وبتعمل برجرز واشياء يلي اذا حدا جاي معه اولاده ما بدهم ياكلوا حمص. رايت صح. هلا في عندنا تحليه هيفا. اوكي هيدي السوبر ستار سبيشالتي عندنا ديسير. حامد عم بيعمل لك وحده جديده هلا بقول لك شو فيها ولا سوبريز. اوكي هيدي فيها حلاوه على العجين مع شوكولا والفستق. يعني حلاوه جوا تفوت على الفرن وبس تطلع بينحط عليها عوجه شوكولا مع الفستق. اذا ما صورناها مش هيعجب الموضوع لكريم، فرح ناخذها نصورها. شفتوا كيف رح ناخذها نصورها قبل ما ناكل. جود باي. بدي اكل. واو يوهو. طيب يعمل لي غيره. عم نعمل واحدة تانية مثلها؟ ايه. عم تقشعوا عنا لكان المنقوشة. بتعرفوا منقوشة المفضلة او منقوشة انطوني هي جبنة وزعتر برا، هون عنا حلاوة جوا وشوكولا برا.
نحن الفيفر تبعي انا وجوزي وبي هي الزعتر مع بصل ورشه جبنه. هيك حبيت زعتر مع بصل وركزنا على البصل. ايه نحن بنحب بصل. ليك كيف هلا رح يفوتها بيقفلها بس اصلا فيني اشوفها قبل ما تفوتها؟ نعم فيك تقريبا اكزل عندي لان في شغله لفتت لي نظري حبيت كيف مزيحها. كمان فينا نفكر بالموضوع كرمال الجبنه مره ثانيه تا الحماوه تضرب في الحلاوه. انتبهتوا؟ يعني مقطشه تقطيش قبل ما تفوت تا ما تكون مسكره على الاخر تا الحلاوه تسخن وتذوب شوي. نايس برافو حبيت الفكره. فينا اكل. ميرسي كريم. كول انا لقيت الخيار. خلص ايه يا عيني عليك بالطبيعه. هيدا نشوف هيدا نشوف اسمها هيدي تحلية هيفا. حلية وشوكولا. What a combination. كول فلافل. وين صاروا؟ طريق. فلفل تقريبا قديش بدهم تا يستوي؟ يلا قربوا يستوي وخلصوهم. عادة قديه بياخذوا وقت؟ ما ماشي 5 دقائق. كيف واحد بياخذ قرار اذا بده يعمل فلافل بحمص بس او حمص وفول؟ في منهم بحطوا حمص وفول ومنهم بس حمص. ايه من اثنين في نحط مع الفلافل. اوكي. ايه ما في مشكلة يعني. روايح هون. ايه هلا تراتور. ايه تراتور يلا جاهز. مع الكوسة يعني أيوة. هول اللي اجمالا هون الاكل تبع الصيام. ايوه. كله فيجن 100% فيجن. مزبوط. هلا ده كله اكل الصيام. انه العالم كله سوا فايت بهيدي الرهجة تبع الفيجن وعم نخترع وبدنا نشوف كيف بدنا نعمل والناس بدها تاكل. نحن اللبناني اللبناني تقريبا يمكن 70% ما بعرف قد 60 70 80% من اكلنا او المزه اللبنانيه هي فيجن ناتشرلي وشي كتير 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 طيب. رح تشوفوا هلا الكولي فلاور مع تراتور. شغله عظيمه. هات نرجع على الطاوله كمش ديكور تبع دبس الرمان. دبس الرمان اوكي كول نايس. بدي صورة هيدا. غير صحيح. تراتور عنا دختك أو دبس الرمان؟ لا مع الباذنجان دبس الرمان. دبس الرمان. وباي ذا واي حتى الكوسة مش مع تراتور. هيدا مع تراتور. تراتورتنا ضيعناها. هيدا عم فتش عليه. أوكي. في يلا. فينا نعمل نكزة دبس الرمان. لا هيدا خليك مع التراتور لأنه أوكي. بدي الكوسة عاملينها مع دبس الرمان وعسل. هي نورمال ما بنعملها مع دبس الرمان وثوم بس حبينا اليوم نعملها مع دبس الرمان وعسل. ساندويش مع بطاطا مقليه. ياي كثير. اورايت كثير. وكل ابيض من هيك. اهين من هيك ما بيصير. بس طعمه عن جد. اوكي. هدول السمبوسك تبعنا. كمان صوره. يلا. صوره. هيدا انا بسميه هذا الصحن بسميه عروس الطاوله. لا مش عروس اميره الطاوله اللبنانيه. العروس هي التبوله. اوكي. فاميره الطاوله اللبنانيه محل ما في هول الليبانيز بايتس مع صحن حمص اون ذا سايد يو ديب ان اند انجوي. هيدا معموله بمعزه. نحن بنعملهم بمعزه كمان. يس. هيدا بجب سوري بلحمه. وهيدول سمبوسك هندي اذا حدا بيعرف الساموزا اللي هي بقلبها. هيدا اتس فيجن. هيدا بقلبها في بيز وبطاطا وكاري. وهلا هلا بتوصل الرقاقات بجبنه بنعملها مع تفاح. فيك في ذوقك لقمه من الراس عصفور بالكرز؟ كورس. شو حلو اختراعات شو لذيذه. اوكي رقاقات بجبنه انتوني. يلا رقاقات بجبنه بنعملها وذ تشيز. Okay. And it has cooked onions. Sure. To put the powder. It's cooked. Fried. حبيت very puffy يعني العجينة هيك مفتحة بعض منها ملبدة.
عبالي دوق السمبوسك. طلعوا رقتها، طلعوا رقتها مثل كأنكم عم تاكلوا كرواسان فليكي. شو كنت ناطر؟ طيفي. لا سخنين. ايه سخنين شوي. اوكي ما حدا بيكل غيري. يلا انا بدي بلش نجيبني. نايس. كيف نشوف التشالنج انه عم دوق صور. يلا راح تسخنين شوي انتبه. فري اروماتيك خفيف مش ملبدين ايفن دو كانوا كثير قاسيين. هيو عم تعملون شو رأيك؟ طمنينا كيف أكلت المطعم؟ لا لأنه هاي الخلطة عن جد أول مرة بدوقها. حبيتها. It has a mixture. لا عن جد. Very very good. It has a depth of flavor. على حدا بيقول عن زيتته عكرين. اخوات بعد عنا شيء؟ ايه كثير عظيمين. حبيت الفلافل كثير حبيت الفلافل. هلا عم برجع بحس بالطعمه كثير خفيف منه ملبدين ما بيعلكوا. الزيت فايت لجوا. فكره الجوره بالنص بتخلي الزيت يضربها من وين ما كان وحراره تضربها من وين ما كان. كثير هيك هيربي. فيها كثير فليفرز. قديش طيبه بلا توم بلا بصل. بليز خبريني الحقيقه. طيبه. لا عن جد طيبه بلا توم بلا بصل. بس تعرف في اقول لك can I be honest انه التراتور مش طيب بلا توم. بطل اكلها بلا تراتور. طيب نحن شو بعد عنا؟ نحن صرنا 50 دقيقة بعد عنا راس عصفور بالكرز. اوكي منصف اللحمة. ما بعرف اذا بتعرفوا الكل او ما بتبين الفلسفه بس انه اسمه راس عصفور بس ما فيه عصافير. ايه هو شقف لحم صغار لانه مثل راس العصفور فبسموه راس عصفور بس هن لحمه ما في مش عم ناكل عصافير. ما دقت الباذنجان بس رمان. انا هيكون على البطل. مثل الزبده اللحمه كثير طريه كثير طريه. وحبيت الدبس الرمان هون سويت كثير. يعني هو فيه شري فيه مربى الكرز نحن بنعمله. فيه مربى الكرز نحن بنعمله. طب اوكي تفضل. هاي شوكه عم شهيكم. حسيتوا انه عم بالكم تجوا على لبنان الصيفيه او تجوا تقعدوا معنا على هالطاوله. طيب نرجع نعمل هيك ريمايندر قبل ما نخلص. هلا برجع بتخانق معك. خلينا نرجع نعمل ريمايندر نحن وين. بنيجي لعنديك رقم التليفون. الغداء الترويقه الجست هاوس. يلا اوفر فيو. ناس عم تلاقينا هلا سالتني وقت حطيت لقمه بتمي. اوكي بهالوقت كنا عم صور هيدا يلي بيسموه هون منصف. رز مع لحمه صحن كثير حلو كثير حلو. One of my favorite. يعني أنا بحب رز على الدجاج بس أنا مينلي بحب الرز مع لحمة والدجاجات على الوجه. هون لحمة على الوجه. هلا بناخذ لهم صورة. يلا. أوكي. سو نحن ببيت هيفا بفيا بالكورة بقضاء الكورة. بتوصلوا لعنا عن طريق جامعة البلمند. نحن بيسترو لبناني بين شجر الزيتون على أرض تقريبا بحدود 21,000 متر. في 1,000 متر بلاي جراوند للولاد. وهيدا المكان هو مطعم بذات الوقت كمان اتس فانيو فور ايفنتس لعرس عماده كل هدول القصص مثل ما شفتوا اوت دور بين الزيتون. في عنا المونه. اطلقنا لاين المونه في قول البيج ات مونه بيت هيفا وبيج المطعم هو ات بيت هيفا. المونه وي اوردر افري وير اذا حابين تطلبوا. ورقم التليفون 03-51-3152 او 00961-3-51-3152 تتصلوا for any events او to order المونة. شو كمان في one guest house it can accommodate up to 6 people. وعن جد القعدة هون مش تكون هيك to promote بس عن جد القعدة هون كتير بتروق الحال خصوصا بهيدي الاوضاع الصعبة. خدوها مني انا كنت عايشه بالمدينه بشتغل بالبرودكشن حياتي كثير هكتك. من وقت ما نقلت لهون عن جد هيك في كثير سلام حلوه الطبيعه.
وفي في في كثير اكل طيب، كثير سلام هون على الصحن كمان. عم جد ختام هو مسك. ان شاء الله تكونوا كثير انبسطت، كثير كثير انبسطت، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالغداء، صحتين، صارت الساعة 1، صرنا ساعة سوا، إن كنتوا عم تعملوا لانش بريك، وي هوب يو انجويد إت، إن كنتوا فايتين تناموا، يلا، نلتقى بكرة على بكرة، نحن اليوم خلصنا كل اللايف برودكاست، بكرة على بكرة في سيربريز كثير 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 حلوة، 8 الصبح أوعى تقفوها، شخص بتحبوه كثير، صرنا كثير زمان ما نحن عنده، إجوا يزوروه من كل بلدان العالم، واحد من الفيديوز تبعه على يوتيوب عنده 6 مليون فيوز. ما راح يكون اكثر من هيك. بكره 8 AM وي ستارت اجين. يلا ماتش لوف من الكورة، من احلى بلد بالعالم. نخلص هون وانا عندي كل هالطاوله لازم اعمل نص فيها. ثانك يو جايز. تشاو تشاو.